أن 50 عاما من عمر المؤسسات التعليمية قد يكون عمر صغير، وبالتالي هذا الإنجاز الذي قفز قفزات عالية لم يكن ليتم لولا توفيق رب العالمين أولا، ثم الدعم الذي تحظى به الجامعات من مقام خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين. ففي هذه المناسبة لابد أن نشيد بما قدموه ويقدمونه، وهم في منطقة غالية على القلب وفي محافظة عزيزة على القلب، وتستحق منا أن تكون دائما رائدة في كثير من المجالات. ويشرفني أن أرعى في هذا المساء المبارك تقديم أقل ما يقدمه الشكر لهؤلاء الذين استطاعوا يحققوا إنجاز للوطن ولأنفسهم. شكرا لكم جميعا.